بشكل عام لهذه المباراه. معلش يا اسلام اذا سمحت لي عشان دايما بتوقف عند الحته دي. ليه تعليق بس على الباشمهندس محمد فرج عامر. اتفضل. هو بيقول ان الاهلي متعود على انه بيكسب في افريقيا علشان بيخسر في افريقيا بالخمسه علشان الحكام ما بيبقوا مش مصريين. مظبوط. طب ما النادي الاهلي برضو افريقيا اللي خسر فيها خمسه دي هو اكتر نادي في افريقيا كسب اللقب. ادي واحد. يعني اذا ليه بتفتكر بس ان الحكام في الحته دي؟ طب ما باشمهندس ما تخليك في اداره النادي. بالظبط كده. ما هو انت اللي عملت كده في النادي بكثره تغيير الاجهزه الفنيه. برافو عليك. وبالمناسبه على فكره طب ليه حضرتك ما افتكرتش ان سموحه من سنتين او من ثلاثه جه كسب النادي الاهلي في القاهره ثلاثه وبقول لك مع الرأفه؟ اشمعنى ما جبتش سيره التحكيم المصري؟ ما انت كسبت النادي الاهلي في القاهره ثلاثه ولعبت عليه جيم العمر وروحت، اشمعنى ما جبتش سيره التحكيم؟ ده اسهل حاجه يا كابتن تامر كابتن اسلام. فيعني كلام عشان اقول له ما اتفرجش برضه. خلي بالك يا تامر الوقت ده او ان الهدف في الدقيقه 98 ده بيبقى هدف بيوجع لك قلبك انت، خصوصا ان انت في موقف صعب جدا في حته كيد او حاجه. انا بتكلم بهدوء، انت راجل دلوقتي ما تخليك في فرقتك، ما انت غيرت ده وجبت ده وغيرت ده وجبت ده وغيرت ده. دي حاجه ما تخصناش الحقيقه، ممكن انت تقولها لكن انا الحقيقه مش هقدر اقولها لان دي حاجه ما تخصنيش. ما كنت تركز في من اولى، ما كنتش وصلت بقى لمرحله الصراع من اجل البقاء في الدوري الممتاز للموسم اللي جاي. طب يعني لما كنت بتنافس ما ابسط حاجه، ما اسلام انا ما بكلمكش بحته كيد ولا ما انا ابسط، لو بكلمك بالاسلوب بتاع الجماهير اقول له طب يا باشمهندس ما انت دخلت افريقيا قبل كده عملت فيها ايه؟ يعني ما لو هنتكلم بقى شغل، لكن المفروض نرتقي لان ده رئيس نادي كبير في مصر، ده راجل مسؤول في الدوله. برافو عليك. فتصريحات واحنا داخلين على مرحله صعبه كل جدا. لازم بالظبط احنا داخلين على امم افريقيا. خلي بالك انا في وسط كلامي وانا بتكلم قلت ايه؟ قلت ان التصريح ده ما هو الا اثاره للجمهور. يعني في حاجات انا ينفع اقولها وفي حاجات مش من حقي ان انا اتكلم على نادي اخر واقول ان هو في المركز الكام او اقول ان هو في المركز الكام او كل حاجه، ولكن هو حر بقى يغير ان شاء الله يا رب مدرب كل يوم، دي حاجه ما تخصنيش. اسلام اخيرا بس عشان اقفل الموضوع ده، انت عارف لو هو كان في تصريحه علق وقال انا اتظلمت النهارده بخصوص الوقت كنت هقول لك ده هو حقه، هو بيتظلم، هو شايف حسبها حسبه تانية، هو حقه. لكن مالك بقى ومال الاهلي وخماسيه وفي افريقيا لا ما هو لازم انت فاهم الناس دي ليه؟ يعني ما هو ده وبعدين نرجع يا كابتن اسلام وبعدين نرجع معلش يا كابتن اسامه وبعدين نرجع تسال التعصب بيجي منين والاثاره والفتن بيجي منين اذا كنت بتتكلم على رئيس نادي بيعمل كده يا جماعه؟ ما هو انت ومسؤول في الدوله، ما احنا برضو مش عاوزين يعني نهدى ونركز علشان البلد هو انا قلت له يعمل ايه يا اسامه؟